هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين، مشيدا سموه بالاهتمام الكبير الذي يبديه جلالته بالشرطة البحرينية والعمل على تطوير منظومتها بصورة مستمرة حتى باتت الأنموذج المثالي في المنطقة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن المضامين السامية التي تضمنتها كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في الحفل البهيج بهذه المناسبة العطرة يؤكد الاهتمام البالغ والتقدير الرفيع من قبل جلالة الملك للجهود التي يبذلها منتسبو الشرطة البحرينية من أجل حماية الوطن ونشر الأمن والأمان وحماية منجزات البحرين والتضحية من أجل رفعة البحرين لتكون واحة الأمن والأمان. وأضاف سموه بفضل الاهتمام الكبير من حكام البحرين الكرام وأجدادنا الذين اهتموا كثيرا بوضع اللبنات الأساسية للشرطة البحرينية واهتمام جلالة الملك المفدى باتت تسير بخطى ثابتة ورؤى واضحة أسهمت في تعزيز مسيرة الخير والعطاء لمملكة البحرين وفق الرؤية الملكية السامية ونشر رسالة الشرطة البحرينية بالتضحية وتقديم الغالي والنفيس من أجل حماية البحرين وشعبها ونشر الأمن والاستقرار. وأشار سموه لقد بذل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية جهودا كبيرة من أجل البناء على ما تحقق من إنجازات للشرطة البحرينية، وتمكن بفضل عمله الدؤوب والمتواصل من جعل الشرطة البحرينية تعيش تطورا كبيرا وملحوظا في مختلف أركانها ومنظومتها. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن ذكرى مرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين هي مناسبة لاستنهاض وتذكر من عمل في الشرطة البحرينية وقدم الغالي والنفيس من الأوائل والتابعين لهم والذين حملوا رسالة الخير والأمن والأمان لمملكة البحرين وتفانوا في العمل لتظل البحرين على الدوام واحة الأمن والأمان.